السنة حياها نعيشها للجنة، وإيه غيرها هنتمنى؟ يا رب اجعلنا من الصالحين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أما بعد، كل سنة طيبين، كل سنة وأنتم أقرب إلى الله، كل عام وأنتم بخير. كان في كاتب مشهور، الكاتب ده قال حكمة مميزة جدا، قال إن كل أهم يومين في حياة كل إنسان هو اليوم اللي ولد فيه، واليوم اللي عرف هو ولد ليه، عرف هو عايش ليه، عارف إيه القيمة من حياته، إيه أساس حياته، إيه الهدف اللي حياته عايش عليها. عشان كده كان سيدنا عمر بن الخطاب يقول: إني أكره رجل أن أراه يمشي سبهللة، لا إلى أم دنيا ولا إلى أم آخرة. قال: أنا بكره الواحد اللي يكون عايش كده خلاص، مش عايش عشان هدف معين في حياته، حياته ملهاش هدف، ما يزينهاش هدف، عايش كده ملوش أي قيمة. عشان كده الحياة اللي بيفهمها صح بيعيشها صح وفق ما أراد الله، بيكون حياته دي تلذذ بحياة بعبادة الله بالقرب من الله، واللي أساء في رميها ده عايش غلط ضنك أو فان. اللي عاش صح ده ربنا قال: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة، هيعيش حياة صح، حياة طيبة. التاني بقى اللي أساء فهمها ده ربنا قال: من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشوه يوم القيامة أعمى. هو بقى يبدأ يقول: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني كأنه بيبجح، أنت أنا كنت بصير كنت شايف. قال له: كذلك أتتك آياتنا جلت ناس فكرتك فنسيتها كذلك اليوم تنسى. فالأصل في الحياة إنك تعيش صح وفق ما أراد الله، لأن اللي أساء فهمها عاش ضنكا. اللي عاش صح كان السلف أو الصالحين منهم من يقول إن اللي لو يعلم أبناء الملوك ما نحن فيه من نعمة لجلدون عليه، هيجلدونا بس ياخدوا اللي احنا فيه من المتعة والتلذذ بعباد الله. كان يقولوا: عالجنا قيام الليل سنة ثم تمتعنا به سنين، بيتمتع بعبادة ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا الحياة احنا بنتكلم في عيشها برنامج جديد، عاود نتكلم ازاي نعيش الحياة صح وفق ما أراد الله، ازاي يكون كل خطوة في حياتك لذة، حتى البلاء حتى العقبات حتى المنح تكون هي لذة تتمتع بها. بعض الناس اول ما بيبتلى فيسأل على الحياة: طب ليه يا رب؟ اشمعنى انا؟ اشمعنى انا يحصل لي كذا؟ واشمعنى انا اخفق في كذا؟ او اشمعنى واشمعنى؟ كأنه يعني بيتضجر على حكم الله او على قدر الله سبحانه وتعالى. فاحنا عاوزين تعيش صح عشان تعرف تتلذذ بكل جزء في حياتك، تعيش حياة بحب بإنجاز مليئة بالبركات مليئة بالعطايا مليئة بالخيرات. اسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، بتسأل في كل حاجة في حياتك، طب ما تسأل إزاي تعيش حياتك صح، اسأل إزاي تتلذذ بعبادة ربنا سبحانه وتعالى، اسأل إزاي يكون العبادة دي تقبل على الله بفرح، بإقبال على الله بإقبال بفرح وبحب. فاحنا عشان نتعلم ازاي نعيش صح وحياتنا كلها تكون كلها بركات، ان شاء الله ده هيكون موضوعنا في الثلاثين حلقه في رمضان، هنتكلم ازاي نتلذذ بعباده الله سبحانه وتعالى ونعيش صح، نتلذذ بمناجاه الله بدعاء الله سبحانه وتعالى. الصالحين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، مش بيناموا، مش بتنام ليه؟ حد قدمه هدف الجنه، لا طلبت النوم من عينه اصلا، طالب عنده امتحان مش هينام، عنده امتحان لازم يطبق، مش لو نام مش هيذاكر مش هينجح، فلازم يطبق، مش مشكله اتعب شويه بس ايه في سبيل ان انا اصل للنجاح، اصل اللي انا المواد اللي انا عاوزه. عشان كده عيش صح، الدين علمنا كل شيء، كل حاجة في الحياة دين علمها لنا. الصحابي كان اليهودي يقول له: إن دينكم علمكم كل شيء، حتى الخير عليها قضاء الحاجة، الدين علمكم كل حاجة، حتى دخول الخلاء هو في كده حتى قضاء الحاجة. إن أنت علمت كل حاجة وفق ما أراد الله، الدين علمنا ده، فأنت إزاي تتميز، إزاي تنجح، إزاي يكون كل حاجة في حياتك دي منحة وتلذذ وجميلة، ده اللي هنتعلمه في عشة 30 حلقة. هنتكلم في كل موضوع، تحدد هدف من الموضوع ازاي تتلذذ، ونحط بقى الطريق لتحقيق هذا الهدف. يعني مثلا لو اتكلمنا على موضوع مثلا النجاح، موضوع مثلا التميز، موضوع مثلا الموهبة، موضوع مثلا التخيل، حاجات كده في حياتك هنتكلم ونقول ازاي تتحقق هذه الحالة، ازاي القراءة مثلا، ازاي تقرأ، ازاي تتميز بالقراءة. فكل ده هنعمله في 30 حلقة، هتكلم كل يوم عن الموضوع، والحلقة ان شاء الله مش هتزيد عن 5 دقائق، هنتكلم في الحلقة دي في 5 دقائق بسيطة جدا على الفكرة والموضوع، وتبدأ على طول في التنفيذ. احنا هنحاول بس نشير واللي بالإشارة يفهمه، مش لازم كلام كتير ونقعد نتكلم ساعات، لا هو إشارات خفيفة وقت صغير تسمعها ما تملش منها في 5 دقائق، وتكون دي كبسولة ومحرك ليك ومسير ليك الى الطريق الى الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله هنتعلم ده في 30 حلقة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. على القرآن وعلى السنة حياها نعيشها للجنة، وإيه غيرها هنتمنى؟ يا رب اجعلنا من الصالحين.